واحد ليدي. شوف 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 فين الحركات مشاو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليو لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه اشترك في القناه وفعل معقل الجرس باش الا كان شي حاجه جديده توصلك حتى الاول. وما تنساوش الخوت تفاعلوا مع الفيديو، خليو لي التعليق الزوينه ديالكم، كتب اي حاجه بغيتي، المهم وتخلي لي تعليق. يلا نبداو. بغيت شي بنت الناس؟ المهم انا سالي باطير في عمري 23 عام، عثمان ولد سلا تيك توكر معروف وسيلي باطير، تفارقت مع البنت اللي بغيت غضرابني، ولكن في هذا الفيديو اللي بغيت شي بنت الناس. الواتساب ديالي 06 59 35 93 73. اما الا كان الدري غيصوني غيتبلوكا، كان الدريه بنت الناس باغا تزوج مرحبا، شكون كبر مني شكون صغر مني، فيما كانت غنجي عندها حتى لدارو، باغي الحلال وباغي المعقول. السلام عليكم. وعليكم السلام. 100 200 300 400 550 هنا 450. الله يرضي عليك 550 باش تكمل 550. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. وش هي بالعباد؟ خاصك تعرف واحد القضيه، نعطيك التاريخ ديالها. هذاك جدا كان دخل على واحد عسكري فرنساوي او برتغالي او الله اعلم، حيت ما يمكنش مغربي حر عربي كيكونوا عيني خضرين. هذه باش نعطيك التاريخ، اي واحد يدعي عليك بعيني خضرين راه الموش عيني خضرين كيخشي في الطار. الواقع المعاج هو هذا، هنايا كطيح الالهام هذاك اللي عارف يا زول بس تبدا صح مزيان. انا مع بنتو حرام عليكم والله حتى الشمع عليكم وحق الله والله ربي كبير الله ياخذ فيكم. وانا مسافر ودعوه المسافر مستجابه ياك ما كان ادي حد ما كان تنخد ما والو. والله الا حرام عليكم وحق الله العظيم، اش كديروا بحال هكذا؟ علاش ديروا لي الكونت ديالي انستغرام اخوتي؟ ويلي علي المليون الشمع عليكم. انا انستغرام كيعجبني كيعجبني الحال نبارطاجي مع البنات. دوم السماسي الكابلة دوم عليكم والله. أنا انستغرام كيمن انستغرام ما كنربح منه والو، غير كيعجبني نبارطاجي مع البنات ونهضر مع البنات. الله ياخذ فيكم الحق الله يطير لكم يدي. 666 كتاب وديك المدرسة زينة وانتي ما تحفظيها راني ما تقراي والو. وعمين نخدم نكبر وعمين نخدم ونكبر نتحبس نتحبس.76.400 pesos la recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! سلام الحمد لله غير تنشوف يعني هاني جاي. السلام عليكم. واش داير خير بخير؟ واش كعيطتي لي قبيله ما؟ الله اكبر ويلي يدفنوا في العصر ولا اله الا الله. اخي شكون هو؟ ولي عيما شكون بعدا؟ شكون عزيز عليا خويا؟ شكون شكون؟ 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 صافي انا نايت لك انا نايت. شكون هو شكون؟ 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 الدبانة خويا الدبانة طيح فمو النص مسكين. شنو هو؟ الدبانة لا لا صافي راه زلال ما فرق كان يمسك الحاجة سقوط صافي هذا البانة كنت موي
هذا ديال الثلاجة طواليط والله لا حول ولا قوة. عندنا تولي ليش هيك؟ كنت تم ظهر بحسن لك كنت مني انك هزي وانت بي اه داني ظهري عاوني شو 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 قلت لك شو صافي دارك بعدا غسلي ديالك التمر ضربي هنا ضربي التمر بدارك بعدا صبي الدار ما صبي الدار عيانة سيري سيري جميل نبت على بحق قرضك يلا بزيانة سيري اطلع يلا طلع يلا جبدي يلا اطلع يلا اطلع راسك يجي اطلع بوحده يدير اطلع على المطور وما خوشي اختنا تيتيزا تبارك الله اي حركة بغي تقطع بجمعة حيت زوينة مش المغربية مش عوز عرفتي شنو كنت خسر بواحد ثقة في النفس راه كبيرة بزاف الخوش باش رفع العقلية على مماليها راه بانا في الشي ديال الفراش والمنازل وكذا والاتات شوف مع الفيديو كيفاش تتاخد الوضعية اللي بغات بكل اريحية وثقة في النفس زيد كما كتشوف فاش كتختار شي حركة كتفكر فيها شوي وكتبتسم زعما ان هذا زاد ديك الحركة وكتختار يعني اختار بانا شي رحمة سيدي ربي هاد الحركة شتا طولة فيها بزاف معرفتش واش الدراري تهز عليهم اللي جاو من الارض بزاف ولا كيفاش العز اخيرا اختنا بدات الوضعيه وختار شهاده شي زوين اشياء الحلاوه كثير مذاق فاتي والدفاق الحركه الخوش كيف الحركه هذه ركوب الحصان بالمقلوب هو رفد المعلم تيتي الزر معايا حركة وحدة عافاك وحدة فيهم مباركة عليا انا اربع الخوت قول لي شنو الحركة عجبتكم الخوت وكتبوا لي في التعليقات استيقظ يا راجل استيقظ يا راجل راه واعر بزاف وحنا في المغرب كون ختنا قالت لك تفضوا ما تشعلوش ما تشوفنيش كي غدير لي الله وي وباغا اختي غنغوت ويك ويك عباد الله ويك ويك واش دايرين لنا كاينه فومه ولا شنو نتمنى يكون الاعجاب ديالكم الى عجبكم خليو لي شي لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اشتركوا في القناه فعلوا معكم الجرس خليو لي التعليق الزوينه ديالكم وتفاعلوا الخوت مع الفيديو وتهلاو فرصكم الخوت نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم